قاد العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إطلاق العديد من الهاشتاجات التي تصدرت تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لمواجهة شائعات الجماعة الإرهابية المغرضة. وكان من أبرز هذه الهاشتاجات مش نازلين يوم 20، وهاشتاج كلنا معاك يا بطل، وهاشتاج السيسي أمل كل المصريين. إحنا معانا على التليفون الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية. دكتور معتز، مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. يعني دعم المصريين للرئيس السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال العديد من الهاشتاجات، شايفه إزاي؟ يعني خلينا أولا نحذر من الهاشتاجات مبدئيا. يعني أنا لو بتحكم في التويتر او الفيسبوك او غيرهم من المنصات الديجيتال ميديا او وسائط التواصل الرقميه، ولو احنا ادينا لهذه الامور حجم اكبر من حجمها، فاحنا وضعين مصيرنا بيد الاخرين. يعني انا لو بشتغل في جهه اجنبيه واقدر اني اخلي تويتر يقول مثلا النهارده نمشي رئيس الوزراء، نمشي وزير كذا، وعملنا هاشتاج معرفش ايه كلنا ضد وزير كذا، وبوصل لارقام كذا. ما هو انا يعني لو انا بشتغل بره، طب ما انا ممكن امشي. يعني ممكن لو انا عليت الرقم ده ضربته في 10 في 100 في 1000. انا بس عايز اقول مبدئيا ظاهرة الهاشتاج لابد انها توضع في حجمها، لانها ليست تصويتا حقيقيا على لا شعبية حد ولا شرعية حد. يعني مش معنى انه الرئيس بتاعنا او اي مسؤول في الدولة او اي رئيس حتى في الدنيا في هاشتاج بيؤيده جدا او بيعارضه جدا، نقدر نقول في النهاية انه ده هاشتاج معبر تعبيرا صحيحا عن الشعبية او عن الشرعية. ولكن دي برضه مسألة لازم تكون مهمة. اما وانه الطرف الاخر المعادي للدولة المصرية يحاول ان يخلق تلك التفرقة ما بين قيادة الدولة ومؤسساتها وبين مؤسساتها وشعبها، يبقى أكيد في مجموعة من المصريين الوطنيين هينبروا للدفاع عن بلدهم. وهذه هي سمة المصريين الوطنيين دائما، إنه يوم ما حد عايش بقى في تركيا، عايش في قطر، عايش في أي حتة في الدنيا، هيقرر لي مصير بلدي، يبقى أنا أولى بتقرير مصير بلدي من غير. فهذه الهاشتاجات انا في تقديري بتعبر عن درجه عاليه من الوعي والرغبه الصادقه في الحفاظ على مسيره الاصلاح الجاده. وانا بستخدم كلمه جاده، انا مش فلول، عشان تكون واضحه. انا اعلم جيدا ان عبد الفتاح السيسي ليس حسني مبارك، ويعني مش هرجع اكتر من كده، مع كل طبعا تقدير الرئيس مبارك رحمه الله عليه بكل ما قدم للبلد، لكن هذا الرجل بيتعامل مع ملفاتنا الصعبة بكل شجاعة وجرأة، وهي الجرأة اللي لو كنا تعاملنا بها معها من 20 30 40 سنة لما كانت التكلفة بهذا الارتفاع. وبالتالي أنا أتصور أن قطاعا واسعا من المصريين لا يريدون لهذا المشروع أن يتوقف قبل أن يصل إلى محطته النهائية. أنا بالظبط كده، معلش بالتشبيه سخيف، دينج تساو بينك، الراجل المسؤول عن نهضة الصين الحالية تولى سلطة 79. أنا جيت كده سنة 80 82 85 قلت له لا بس كفاية كده، ده تكلفة الإصلاح عالية قوي، لا يعني امشي. عارف حضرتك لو كانوا عملوا كده كانت زمان الصين بتشحت زي كتير من الدول التانية. هي جرعة علاج لازم تتدخل على بعضها. لو ما خدناهاش يبقى هنقول والله ده احنا ما خدناش الدواء المر، لكن في نفس الوقت مش هنكون طيب عليه. شايف يا دكتور معتز برضو، معلش، وعي المصريين ازاي؟ ثقتهم فيما يخص الرئيس السيسي وافسادهم للمخططات كمان اللي بتحاول ان هي تقوم بيها الكتائب الالكترونيه لجماعه الاخوان الارهابيه. خد بالك، جماعه الاخوان هي لا تحارب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هم مشكلتهم مش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط، هم ضد الدوله كلها. بالظبط كده، هي مشكلتهم مع الشعب اللي خرج رافضا لان هم يكونوا الممثل الوحيد للاسلام. ديننا اعظم كتير قوي من هذه الوجوه وهذه العقول وهذه السلوكيات. فعايز اقول ان كانوا هم عندهم اعتقاد
ان يوم عبد الفتاح السيسي لاي سبب ما ما يبقاش على قمه السلطه في مصر يبقى ده معناه مصالحه مع الشعب المصري، لا، الاجابه اعقد من كده بكتير. يعني علماء الدين الاسلامي اللي درسوا العقل الازهر بجد يرفضون الاخوان المسلمين. عايز اقول لحضرتك مصر بمثقفيها ومتعلميها وحتى احد الناس فيها راوا ان هؤلاء الناس يمثلون خطرا على مصر. لا يوجد دوله يوجد فيها اخوان الا ومعها ظاهره مباشره اسمها ظاهره استقطاب. يعني ايه الاستقطاب؟ بتلاقي ناس الناحيه الثانيه بتتعامل مع الاخوان على انهم كيان مهدد لوحده وامن واستقرار دولتهم. يعني يوم ما يطلع رئيس دوله تونس، انا مش هدخل في التفاصيل بس اقول مثال واحد، يطلع يهدد ضد المتآمرين واللي بيشتغلوا من تحت الترابيزه واللي بيحاولوا يهددوا امن تونس والى اخره، وبيتكلم عن الاخوان. وبالمناسبه ما حدش خرج في تونس بيطالب، يعني مش بحد قصدي ما فيش ثوره حصلت ضد اخوان تونس زي ما حصلت في مصر، ومع ذلك هذا دأبهم. هتديله صباعك هياكل دراعك، هتديله دراعك هياكلك انت شخصيا. فعايز اقول انه مش معنى ان عبد الفتاح السيسي كان هو يعني اللي موجود جوه الدبابه يوم ما طلبنا الجيش ان هو يتحرك ويخرج ويخرج الاخوان من السلطه، يبقى المشكله فيه. المشكله فيه. يعني انا عايز اقول مشكله الاخوان مع المصريين جميعا من اكبرهم الى اصغرهم، ومع ذلك انا باثني تماما على الشعب المصري اللي بيقول بمنتهى الوضوح يا مصريين حتى لو كان معاكم الجنسيه المصريه وعايشين بره مصر، انا مش هستنى ابدا واحد عايش في تركيا ولا في قطر يحدد مصير مصر والمصريين، هذا غير مقبول بالمره. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه على هذا التحليل.